وطني الوطني خالف زمني روحي مالي روحي مالي نفسي بدني نفسي بدني وانا الحامي وانا الحامي لك في المحن لك في المحن لتعش حرا لتعش حرا دون الزمن دون الزمن هاي طلع طلع ما تخافش بلادنا هاي كلا صاحبي بلادنا طلع ما تخافوش منهم عطينا نار الضوء نطلب نطلب من الاخوة من له وعد من له وعد بما يحاك للجزائر والجيوش التي حشدت على حدودنا وخونة الداخل الذين ينخرون في البلاد والعباد وحنا ولاد سطيف على بالنا بهم بالواحد وكل محسوبين على جماعة الأبراف جماعة سمحة نعرفهم كل يا ولاد فرنسا متعكي متعاونش عليك إلا كانت مساندة الجيش بالقناعة والثقة هل من يساند جيشه هل من يساند جيشه وخالد أتقلبون المفاهيم ها أيها الجمهور أيها الناس من في بلدان العالم أمريكا قتلت نصف البشرية ما خرج حتى واحد يتظاهر ضد جيشهم إسرائيل تقتل بالفلسطينيين ما كان دعني أتكلم أخي العزيز لا عزاء لخائن اليوم أنا كالقيامة آت نعم يحيا كل الشهداء دون استثناء هذا التاريخ نرجع إلى 20 أوت مهرجان أوت 1956 مهرجان الخيانة العظمى والسيطرة على الثورة مهرجان بيع الجزائر في اتفاقية إبيان والمنضي الوحيد في اتفاقية إبيان وحدي أهضر ذي ساهضر ذي أيها الشباب أدرس اللي عنده شوية حس نوفمبري يتقدم راح بيبي الحرية الحرية من هيك عندك من هيك عجا أنا معاك معاك السنين العجا يمو جهودنا يمو النوفمبريين زغلت العجلة عربية من كان له الفوضى وسيلتهم الفوضى وسيلتهم جيش شعب هوى هوى جيش دوران سامع الخوانا جيش شعب هوى هوى دوران سامع الخوانا خوانا ولاد فرنسا مع الخوانا جيش شعب خوانا
السلام عليكم. من كان له حس انه بريء اصيل ويعي ما يجري في البلاد وما يحاك لها من العملاء والخونه وعدوتنا الاولى سابقا وحاضرا ومستقبلا فرنسا فليتقدم لحوار مفتوح. ضابطه واعيد واكرر ضابطه اسمع وافهم واستعدل ثم تكلم. لا نريد الغوغاء، لا نريد الفوضى، لا نريد التقسيم. هم يحملون اجندات اجنبيه وكل من يطلع يعلم يعلم جيدا لا يحاكم. انت لديك حريه، لدي حريه، لا تستطيع ان تلزمني بها ولا تلزمني. هنا بهذه الساحة تختلف الآراء. الناس والحراك منقسم كما شاهدنا، الحراك منقسم بين نوفمبري فاهم اللعبة كيفية تسير، فاهم فرنسا كيف تكيد لنا، فاهم المؤامرة الماسونية، وبين مبرجع يصرخ فقط بروح وطنية غير ملام وملموش، وبين جماع وكم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن الله. لا تقل لي أنت وطنية، ابتعد أخي العزيز عني، رأيتك تصرخ في وجهي، فأصبتني بانهيار عصبي، لا تقترب مني، شرطة أنقذوني منه، شرطة، دولة شرطة وقانون، تريدون دولة بوضة، تريدون مجلسا تحديثيا، لن يكون لا مجلس ولا سيسي ولا علي زين دوسماج ولا تأسيسي، سوف يكون هناك انتخابات، لديكم تحفظاتكم على بدوي وبن صالح ورؤوس الفساد التي عرفناها. نعم نقول لكم بأنه هم على بالهم ما يصنعون، عندما كانت العصابة تنخر فينا، أين كنتم؟ لم يعجبك حديثي يا أبي، تقبل تحياتي العطرة. نحن هنا لنثبت صوتنا، نحن هنا لنثبت صوتنا ونقول للناس ما كانش انتخابات ولا عصابات. هذا السيد حصل مهرجان الصمام، ليس مؤتمر الصمام، مؤتمر بغل كحلة أو ما يصطلحون عليه بعملية عصفور الأزرق لا بلوات، عندما قام عبار رمضان بن القاسم علي هارون فعل هذا هو لبيع البلوات. نوفمبر هو البيان، لا صمام لا إذيان، نوفمبر هو البيان، لا صمام لا إذيان، نوفمبر هو البيان. Tell the world that we are here. We are here to express our love. We are here to say, yes, we do exist. We are coming. We are
taking back our glory. We are raping this language. We are getting back what was ours. This is the last time. We don't speak. I do not speak. I do not speak. سأتكلم لك العربية والفرنسية والإنجليزية واليابانية. أنا لست قائما. أنا لست قوام. ولو كان لك الجرأة. لو كان لك الجرأة. أن تتعقلني. أنا لست لعبة خامسة. لست مع الفريقة. أنا مع كل نوفمبري. واقفين ضد النظام أيها المبرزع. عندي إجابات لكل أسئلتهم. سأجيبكم واعدا واحدا. وليس لي أي مصلحة ولا أحد يتبع أسري. عكس الأبراب الذي يتبع أجوركم. عكس إذن الذي يتبع أجوركم. لا تحزنوا ولا تعينوا بأنتم الأعلون. أين كنتم؟ أين كنتم عندما كان الجنرال سباح التوفيق الزوافي بامتياز؟ عندما كان طرطاق طرطاق من مدينة العلمة عندما تم القبض عليه ولم يخرج ولا عندي واحد نعم 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 واعتقل ابنه الأبرار فخرج لنصرته. تعرفونهم البلغاريون الرومانيون الويندال البيزنطيون. انهم الاحتلال امتداد الاحتلال البيزنطي في الجزائر. انهم سرطان الجزائر. حاشا القله القليله اللي راهي ضاربه النح ضاربين النح لا تعنيهم القضيه. اما بالنسبه لكل جزائري حط القضيه اللي هنا باللي راهي ما تعنيش وحطوه باللي راهو كراي في الجزائر. ماناش كرايين احنا مالين الدار. نعم امتدادنا هو الى فينيقيا. امتدادنا الى سيباكس وحنبعل وحامي القهر. امتدادنا الى جدنا الذي تزوج بالبرنسيس واقام عرسه على الرومان. امتدادنا يمتد الى 3000 سنة. نعم قولوا لذلك المبرد ان يسمعنا. حشحشها في وجهك. حشحشها في وجهك. ساتكلم لك العربية. اتكلم لك الفرنسية. اتكلم لك الانجليزية واليابانية. شريخ دوتش ماي ليبا. نهضر لك الالمانية. اذا حبيت نحن نوفمبريون. كنا لتحت لتحت نطرعوا. كما كانوا النوفمبريون في الجيش. لتحت لتحت. خرجناكم. هدفنا عنا هدف واحد. من يحوس لا مصلحة خمتي. هدفنا هو اسمعوا مليح هو تعالية السواف واخراجهم للسد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. نعم بالمناسبة نحيي ذلك الاسد اسد الاوراس. نحيي اسد الاوراس زروال الذي فضح فضعهم في عقر دارهم. ونحيي اسد الاوراس زروال الذي فضعهم في عقر دارهم. ظنوه منهم العب لهم سخان. لا تتكلم علي انا علي جيت مقرأ بالقمان. انا لا اتمي الي سوف يذهب. نعم نحييه من هذا المنبر. نحيي كل شيء في هذه الجزائر ينبض بالجزائرية. له وفيه قطرة. انهم يبخوننا. هذه هي طريقتهم. لا يتركوننا نتكلم. لن يتركوننا نتكلم. اسلوبهم هو الموضة. لغتهم هي الدمار. لا يريدون لكم. لا اسمعوني مليح ايها الرجال. لهم لهم لا. انا اشرف منك. انا اشرف منك ايها المبرجع. ايها المبرجع. يا المبرجع. بعد ابتعد عني. الوسيلة الشرطي بيننا. لكم النظام. نقطة نظام. معه السلطة. فرنسا مع الخوانا. جيش شعب قوى قوى. ولاد فرنسا مع الخوانا. جيش شعب قوى قوى. ولاد فرنسا مع الخوانا. جيش شعب قوى قوى.
لم تحترم هذا الشخص الذي يمثل السلطة ليس لشخصه، لا أحد يدفع لي، إن الوطنية تنبض من هنا. أنا أشرف، الله أكبر، أنا أشرف هنا. بل تعرف جيدا ينظم هذه المسيرة، يريد أن يحترم. تعرف لماذا؟ هل تعرف؟ سنري واحد سنن كان لحق لو كلمة. هل تعرف لماذا؟ نعطيك من الآخر الكوديا، اديها اديها الشرطة. نعم قبوا بكم، قبوا بكم. نعم ستستطيع أنت كيف هنا؟ الحجات وحجتي عليك مولا وطنية، مولا وطنية ماشي سوافية مدنية، 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 ماشي سوافية مدنية. تكلم بحرية رأي، ما تمسنيش برك، ما تمسنيش، ليس لك الحق أن تمسني، لا تمسني ولا تستطيع. تعرف لماذا؟ الفرق بيننا وبينكم هو هذا. أشرف من سنك، والله لا أريد شيء. مولا مدنية ماشي زوافية، 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 أخينا، نحن اليوم أمام مشروعين، مشروع باديسي نوفمبري عربي فينيقي، ومشروع ثوابي فرنسي صهيوني ماسوني. أخي المبرد عليك أن تختار، عليك أن تختار أن تكون مبردعا ثوابيا فرنسيا عميلا ماسونيا، أن تكون بطلا جزائريا نوفمبريا باديسيا. جيش شعب خوا خوا أولى الفرنسا مع الخوانا، جيش شعب خوا خوا أولى الفرنسا مع الخوانا، جيش شعب خوا خوا أولى الفرنسا مع الخوانا، جيش شعب خوا خوا أولى الفرنسا مع الخوانا.
شهر جيش شهر هوا هوا وفرحات مهلل مع الخوانة 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 جيش شهر هوا هوا يا أيها المغرب هو مؤثر تكون مؤثرة كذا مؤثرة سايد يبني سليم حرك مؤثر ذوك يرفق ذوك يهز المؤثر يهز يدوى يروفه يسيحه وما بقاش كما هميت كما تيكم فضاوي اسمعان وما بقاش كما هميت كما تيكم ما هذه أكبر خشوة لنا راح يحاور رام يحاوروا في الزواف علاه خطركش أين هي النخبة وين النخبة يا راجل جيت من يريد حوار بناء فليتحد بنا نحن الجداري الثامن من التصاربين يمتلون الإخوة الانتزاع جيش بلاد
الذي لا يهان. يا سيماق يا جبان، يا سيماق يا جبان، جيش بلادي لا يهان. يا سيماق يا جبان، جيش بلادي لا يهان. يا رب يا جبان، جيش بلادي لا يهان. يا سيماق يا جبان، سيماق عريب 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 الانفصال في الجزائر. من وقتها ولا من وقتها ولا بطل سيماق؟ من وقتها ولا بطل جيش بلادي لا يهان؟ من وقتها ولا بطل؟ دراسي مبردع يمشي في فرنسا بحراسة رسمية من السلطات الفرنسية. لما ترفع الراية غير الراية الوطنية في فرنسا تحترم وتقوم بحراسة. لما يرفع علم الجزائر يخرجوا يضربون. جيش بلادي لا يهان. يا مهني يا جبان، جيش بلادي الجزائر موحدة. حبيت وركاته الجزائر موحدة. تحيا المنجل، تحيا المنجل، تحيا المنجل. ما بقاش المنجل دوكا بالبروتوكول. يا جماعة يا جماعة الخير اسمعني الحاجة. أيها الناس أيها الناس أيها الناس انسحبوا إلى الجدارية، رانا رايحين نحييوا العالم الوطني تاعنا. نعم انسحاب 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 لتحية العالم. انسحاب ماناش خايفين منكم، بالفيروع بيكم ليه. كل جمعة نعطيكم، نعم نعطيكم مؤثرين منظمين أكيد. بارك الله فيك. اعتباراتي الرسمية شكرا. والبلاد بلادنا ونديروا راينا. بلادنا والجيش ديالنا. هانو فبريونا. هاو الناس الواعية تتقدم. هاتي الميكرو لا هاتي يا هاتي دوك يجيب اصبر فات اصبر اصبر حتى نجي لك. ها اطلع مني يا عمي. يا ولي انا مني سبورتيف. لا ورا يطلع مني برك. بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نرجو من الرجال والحراير حوسوا على الرجال. ستيف وحراير ستيف الباقي يدير في المدفع ودفع اللي في الخندق ضد جيشه. هذاك هو الخائن. ليس الذي يقف مع جيشه بخائن. والتاريخ يشهد ومن له اطلاع بالتاريخ يعلم ذلك ويعطيه جيدا. ربي يرحمه.
نازلات الباحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبرود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات نحن طرنا باعيات العربات وعقدنا الأسماء أن تحيا الجزائر فاشهدوا 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 تحرير أعطيناك عهدا طررررر سمعتها نعم رمزية جبهة التحرير ليس حزب جبهة التحرير إنما الرمزية الذين يعون ما نقول يعلمون بأنه أصبح فارغ للفساد كي سوى براسة سوى بشكارة بعض من الناس يجيبوا التبعينية يجيب مركب وفي عمران يجيبوا سينا مع التظاهرات نعم جبنا العصابات راهنهم الانتخابات انا تاريخ مؤرخ نعم انا نحسب بالحجج التاريخيه ما عندكش حجه تاريخيه نقول لك بلغتك او لغتي vous devez aller manger un sandwich quelque chose allez باللغه تاعك فهمت my friend this is the truth read your history this is the facts i give you facts i give you facts i do not عربيه كده انا لا يشيخ علي زيتوك وين عدلي ما هو هذا الوطن من هو مصمم هذا الوطن من هو مؤسس الدوله الجزائريه من هو مؤسس هذا الجبهه المغاربيه ولا قناه الشعب زنجبيل 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 تايب العسل يا سيدي بلادنا يهد يا زنطوط يا جبل جيش بلادنا يهد يا مهدي يا جبل جيش بلادنا يهد يا وطابو يا جبل جيش بلادنا يهد يا وطابو يا جبل اسمعوا فهموكم اسمح لي فهموكم واش جينا نديروا هنا ما جيناش نديروا الفوضى اونو ما جيناش نضربوا الا من نازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات قسما من نازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبرود اللامعات الخافضات في الجبال الشامخات الشاهقات نحن طرنا باعيات العربات وعقدنا الأسماء أن تحيا الجزائر فاشهدوا 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 تحيا الجزائر يحيا الشهداء الشهداء منهم 10 ملايين شهيد 10 ملايين شهيد أعطيهم حرية الرأي نسمعهم مش رام يقولوا أنا نعطيهم الجواب الشافي والكافي في نزع البردعة مرة ما تعرفش أسفلوا نسمعهم وراء الحراك أنتم حركة خوانا بعتوا البلاد الكلام هذا الكلام اعتبر الانتداء عليها من بعض خلنا نحن نعتبر اسمع انت اسمع انا نشوف فيك بردعت كيلة بزاف بردعت كيلة عينك يا انا باش ديروا في بالكم مليح وقسما عظما ماني خايف من واحد منكم انا مستعد نموت من الرفريفه هذه مسميوها السنان اتركني اتكلم ما عندهمش حوار لغتهم البوضة ام ست عباد كاينه لنا حوالي باسم الله يبارك واحد 600 فيهم ست عباد يديروا في البوضة على 600 انت بيها وشو يحكموكم اقليات ان دي ديمقراطية أين يكون سبع عباد؟ أشكتون نسمعون بسم الله
معطر في سيديو. وطني هاني الثمني هاني الثمني روحي مالي روحي مالي نفسي بدني وانا الحامي وانا الحامي لك في المحن لك في المحن لتعيش حرا طول الزمن طول الزمن وطني هاني الثمني هاني الثمني روحي مالي نفسي بدني وانا الحامي لك في المحن لتعيش حرا طول الزمن وطني اخرجوا لنا شجعانكم يا مامرون شجعاننا اين ينحبكم بل تعلموا باللي ما ناش خايفين منكم ولا بالمخرجين انتم لا نلومكم البرد عزينا نوعدنا على بالي الديلة نوعا